فيديو جديد عن الذكاء الاصطناعي موقع روم جي بي تي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معاك مهندس مصطفى ناصر من قناة ديكوريشن. إن شاء الله النهاردة هشرح لكم حاجة جديدة عن الذكاء الاصطناعي وهي روم جي بي تي. شوف دلوقتي ازاي هندخل صورة وازاي نشوف الديزاين بتاعها، سواء تصميم احنا عاملينه بالفعل او مجرد صورة انت مصورها من الموقع بتاعك او انت حتى على الخرسانة او كانت على اي حاجة. بس الاول ان شاء الله هنجرب دلوقتي تصميم احنا عاملينه. اول هتفتح جوجل كروم، هتبحث في السيرش بتاع جوجل، هتكتب روم جي بي تي اي او. تمام، اول حاجة دي هتدخل عليها روم، دوس روم جي بي تي كده، هتقول جنريت يور دريم روم، ده الموقع بتاعك اسمه روم جي بي تي دوت اي او. تمام، عشان تبقى عارفه طبعا دي الفيوجن بتاع الناس. هتدوس جنريت يور دريم روم. اول حاجه بقى هو كده فتح لك الموقع، بسيط جدا يعني، سهل احسن من ميد جيرني بكتير يعني. بس هو بيطلع صور بس، يعني ميد جيرني زي ما شرحت لك في الفيديوهات اللي فاتت، ميد جيرني بيطلع لك اكتر من حاجه واكتر من تخيل، وبتكتب الكلام اللي انت عايزه. لكن هنا انت بتدخل صوره، انت ممكن تطلع صوره من ميد جيرني. تمام، ولو حد مش عارف هيلاقي الفيديوهات بتاعتي على الصفحه كلها، سواء تعمل ديزاين او ازاي تسجل اصلا او ازاي الاكونت مجاني، كل ده هتلاقيه. بعد ما تاخد الديزاين وعاجبك بقى او مش عاجبك تاخده بقى تعدله، تعدل فيه الستايل، تعدل فيه اي حاجه. تمام، الاول بيقول لك هنا تشوز يور روم ثيم، اللي هو الستايل يعني. عندك مودرن، مينيماليست، بروفيشنال، تروبيكال، فينتاج. مودرن كلنا عارفين المودرن، مينيماليست برضو عارفينه اعتقد، بس هوريه لكم. بروفيشنال هوريك البروفيشنال، يعني هو بيقول انا اطلع لك الستايلات دي. هنشوف بقى الستايل هل هو فعلا هيطلعه ولا هيطلع اي حاجه وخلاص. هنيجي مثلا انا بحثت لكم هنا على بنترست. تمام، هو هنا مودرن ومينيماليست بروفيشنال تروبيكال فينتاج. تمام، تروبيكال هاوس ديزاين. تمام، عشان تتخيلوا لو حد مش عارف الستايل التروبيكال يعني، بيبقى فيه زرع كتير واخشاب وكده يعني. ده طبعا من اسس تصميم الطرز النيوترال، اللي هي البوهو ستايل والفينتاج، كل الحاجات الايه نيوترال دي تروبيكال منها. بس هو يعتبر الحاجات اللي بتميزه ان هو صرح، بيعمل لك صرح كبير، هول كبيره وزرع وخشب. تمام، فبيدي لك وسع للمكان يعني، بيتعمل في الفيلا، ما يتعملش في شقه صغيره يعني، لو واخدين بالكم. تاني حاجه انا برضو عشان تبقى شايفها، الفينتاج هاوس. الفينتاج يتعمل للشقق الصغيره عادي جدا، مجرد خشب بس وارضيه اسمنتيه، وممكن هنا سيراميك برضو، بس الارضيه الاسمنتيه بتبقى افضل يعني. دي من الحاجات النيوترال برضو الفينتاج. تالت حاجه برضو بحث لكم عنها البروفيشنال هاوس ديزاين. هو جايب لك بنترست هنا البروفيشنال هاوس، جايب لك الحاجات المودرن واللكشري، لكشري ديزاين اهو البروفيشنال. فهو يمكن يقصد اهو لكشري، فعلا هو فعلا جايبها لكشري لايف ستايل. اقصد هنا في روم جي بي تي البروفيشنال، اللي هي الايه اللكشري او اي حاجه مودرن جديده يعني. تروبيكال فينتاج. تمام بقى كده بقى هناخد احنا عندي تاني حاجه، تشوز يور روم تايب. عايزها ليفنج روم، دايننج روم، اوفيس لو عندك مكتب، بيدروم، اوضه نوم، باث روم، جيمنج روم. يعني انت لو مثلا بتصور فيديوهات زي حالاتي كده وعايز تعمل الجيمنج روم، يعني انا فعلا اصلا بجهز حاليا دلوقتي والله اوضه ليا، فانا ممكن ابقى ايه اجربها وانزل لكم واشوف هو اقترح لي ايه. وكيتشن طبعا هي افكار وجميله واكيد برضه هيتطور منها بعد كده. تالت حاجه بيقول لك حمل الصوره بتاعتك. انا هاجي مثلا عندي على، انا هجيب صوره تصميم انا عامله اصلا يعني، انا هجيب تصميم انا عامله. تمام، دي صفحتي. تمام، طب استنوا نجيب تصميم هو اللي عامله من على ميد جيرني، يعني التصميم ده انا عامله على ميد جيرني. تمام اهو نزلته على الجروب قبل كده. تمام، هنشوف بقى ايه ده كان باو هاوس. تمام، هسيب لكم برده اللينكات بتاعت الفيديوهات بتاعته، ده انا كنت عامله على ميد جيرني بالذكاء الاصطناعي. هنشوف بقى لما ندخله هو هيعمل فيه ايه. تمام، ان انا كنت عامله بوهيمي بوهو ستايل. هنسيب الصوره عندي على الديسكتوب. تمام، انا مسيبها من قبل كده. نشوف برضو صور تاني، دي كل الستايلات اللي هو كان عاملها. تمام، نشوف الصوره واضحه مثلا. نشوف الصوره دي نسيبها برضو، نشوف هو بقى هيتعامل معاها ازاي. احنا كده ما عملناش اي حاجه، هو اللي عملنا الديزاين على ميد جيرني، بعد كده عدلناه على روم جي بي تي. هنشوف بقى هيعمل ايه دلوقتي. طبعا الذكاء الاصطناعي بيتطور كل شويه، وده هيفيدنا جدا يعني. ودي لاندسكيب انا كنت عاملها، بس اعتقد ان هو مش هيصمم لاندسكيب يعني. تمام، بس في حاجات تانية انا كنت عاملها برضو، بس نجرب دول الاول. ندخل على روم جي بي تي، نعمل ابلود ان ايميج. تمام، ادي الايميج بتاعت ايه، ناخد الايميج دي. تمام، نعتبرها ان هي ليفنج روم، هي بوهو ستايل، نعتبرها ليفنج روم ولا مثلا هي ليفنج روم، مش هتلاقي غير ليفنج روم. خليها مودرن ولا نخليها تروبيكال فينتاج؟ هي فينتاج وتروبيكال شبه بعض، هنخليها مثلا مينيماليست، مختلفه شويه ليفنج روم، لان هي اصلا بوهو ستايل، واصلا الستايل بوهو ستايل، عايزين نحس باختلاف. والمقاسات والابعاد وكده نشوف هو هيتصرف معاها ازاي. تمام، بس الصوره ما تكملش، انت بتحمل. تمام اهو الصوره حملت. You have one generation left today. Your generation will renew in 18.
يعني التجديد بتاعك. الله الله، ايه ده، طلعه فعلا يا جدعان، ده طلعه فعلا. الله، انتوا شايفين الفرق بقى؟ هو فعلا عمل لك الارش. طبعا الارش هنا مش مظبوط كويس جدا، الفتحة يعني بتاعت المدخل، لكن هو عمل لك فعلا الستايل مينيماليست. لو حد عارفه بيبقى بسيط جدا، وهنشوف ايه ده موضوع سايد باي سايد ده كومبير. تمام، بص بيقول لك كمان ايه، انت الفرق بتاعك هيبقى عامل ازاي. لا جميل يا جماعة، جميل جدا بصراحة. فدي فكرة احنا نجربها ونشوف اذا كان ينفع نجرب فكرة تانية ولا لا. طيب هنحمل دي، نعمل لها داونلود ونشوف جنريت تاني لو كان مسموح لك ولا لا. طبعا مش مسموح لك غير مرة واحدة بس في اليوم، او مرتين، مرتين بس في اليوم. فانا عملت المرتين، هنرجع نعمل اكونت جديد عادي، يعني الموضوع سهل. طيب هنكمل معاكم سريعا بقى، نشوف الستايل الجديد اللي هندخله. هندوس جنريت الروم، تمام. المفروض ده اكونت جديد، يا اما تعمل اكونت جديد يا اما تستنى لمدة 18 ساعة. يعني هي ليفنج روم ولا اوفيس؟ لا اوفيس اللي هنعمله، نخليها مودرن، تمام مفيش مشكلة. ونختار ابلود ان ايميل، اهو ده اوفيس انا كنت عامله في السعودية، اهو بيحمل، يعني هيطلع نتيجة كويسة انا متأكد ان شاء الله. يعني السرم ما يبوظها، يعني انا تعبت فيها في الماكس صراحة. ان شاء الله يطلع نتيجة كويسة اهو. الله الله يا شباب، لا جميل 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 فعلا. انا هسيبه بقى. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتشوف الفيديوهات اللي جايه. انا عامل لك سلسله فيديوهات عن الذكاء الاصطناعي، سواء ميدجورني او شات جي بي تي 4، وازاي تعمل اكونت عليه مجاني، او انتيرير اي اي، او موقع رول جي بي تي. وهتلاقي طبعا انا بنزل فيديوهات عن الديكور والعماره. اعمل لايك سبسكرايب، بتعب فعلا في الفيديوهات، ومعظم الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتنسى تعمل لايك سبسكرايب عشان خاطر استمر معاكم ان شاء الله. بس كده، ده كان نهاية الفيديو. كان معاك مهندس مصطفى ناصر من قناة ديكوريشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.